والثاني السهر أي لا يكثر المنام ويأخذ بمقدار الحاجة بمقدار الضرورة بمقدار الحاجة لا يتجاوز ذلك. ففي البداية لا يتجاوز يومه بالليل نومه بالليل والنهار 8 ساعات، هذا للمبتدئ. خذ لك 5 6 7 إلى 8 رضينا ما بين الليل والنهار، والثمان عبارة عن ثلث اليوم والليلة. ها فأنت إذا كلما عشت 3 سنين 1 سنة راحت في النوم، باقي معك 2 سنين من العمر ولا، لأنك تنام في اليوم 8 ساعات واليوم 24 ساعة، 3 سنين سنة نوم ثلث سنة نوم سنة كاملة نوم، باقي معك 2 سنين، والسنتين كم فيها في الطعام كم في الشراب كم في الكلام كم في الغفلة وكم يصفو منها للتزود للآخرة يجي. فهذا صاحب ال8 ساعات لو عاش 60 سنة نقول 20 نوم، 20 سنة نوم، 20 سنة باقي 40 سنة، أيام الصباء عدت خطبة 15 سنة، بسم الله الرحمن الرحيم، باقي معنا من 40 25، 25 بنحسب كم راح منها في غفلة كم راح منها في كلام فارغ كم وكم منها زادوا للآخرة. لكن إذا رتبت نومك وقصدت به التنشط للعبادة والطاعة وما خرج عن حده وعملت بالآداب فيه فالحمد لله، حتى نومك يحفظه الله لك في الربح، في الربح ما يخليه خسارة عليك له الحمد. هذا الذي لا تأخذه سنة ولا نوم راعى قال حتى إذا بتنام، وأنا اللي سلطت النوم عليك، إذا أخذت مقدار الحاجة وضرورة وذكرتني عند نومك وعملت بآداب النبي حتى نومك بدخله في جقظة لك، خلي نومك هذا في الطاعة وفي العباد. حتى لهذا كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وإني أرتجي في نومتي ما أرتجي في قومتي، لأنه ينام بقدر الضرورة وينام بأدب وينام بسنة وينام بذكر، حتى أن الذي غلب على قلبه الذكر إذا نام الروح تذكر. كان بعض الذين يريدون حفظ القرآن وغيره من المحفوظات إذا راجعوه قبل النوم وناموا يجدون الحفظ بدأ يتمكن منهم، في اليوم الثاني يراجعونه قليل فيجدوا الحفظ تمكن، لأنه طول وقت النوم 5 ساعات 6 ساعات والروح تردد الكلمات اللي كان مشغول بها قبل النوم. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد ابن آدم أن يمتى إلى مضجعه تبادره ملك وشيطان، يقول الملك اختم بخير، يقول الشيطان اختم بشر، يقول الملك اختم بخير، يقول الشيطان اختم بشر، وذاك يريد يختم بشر من شان تنطوي الصحيفة على شر وروحه تبقى في الشر إلى أن يستيقظ. فالله يجعلنا من الذاكرين ويجعلنا من الشاكرين. قال بعد ذلك أيضا باعتزال الأنام إلا من ينتفع به أو ينفعه ويترك ما لا يعنيه، وبذلك يسلك الطريق وتذهب عنه العقبات وينفتح باب الذكر على وجه مخصوص بتعلق القلب بالله تعالى ودوام الذكر لله سبحانه وتعالى. حتى أهم من شغل المريد السائر إلى الله بأكثرة من العبادات شغل قلبه بدوام الذكر مع الله، هذا يكون مهم ومن أهم وآكد، لا مجرد كثرة عبادات مع تشعب القلب هنا وهناك وهنا وهناك، حتى يحظى بسر الذكر ويغلب الذكر عليه كما وصف لنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى، بحيث من كثرة الذكر يسقط من انتباهه لفظ الذكر وصوت الذكر ويبقى معنى الذكر غالب على قلبه حتى يفنى عن ذلك بشهود عظمة المذكور جل جلاله. وإذا شهد عظمة المذكور اضمحل كل شيء، ولاضمحلت الأكوان إذا ذكر المكون، وأنت تعرف أنك إذا ذكرت شيء مهم تغفل عن الباقي. هذا في أمورك الدنيوية، إذا كان هذا في نظرك مهم وأكبر الثاني يروح كله يضمحل. لو شغل فكرك حاجة من الحاجات التي تهمك وأنت قاعد أمام نشرة الأخبار، تجي النشرة وتكمل لواحد قالك إيش قالوا، قالوا ما أنا داري، أنت فين كنت؟ أمام النشرة، أمام التلفاز، أمام وهو يقرأ النشرة، فين كنت؟ قال كنت أفكر.
في شيء غلب على قلبه أهم، فما عدر هذا إيش قال. فكذلك من غلب على قلبه سلطان ذكر المكون جل جلاله وتعالى في علاه، فهكذا ينبغي أن ندرك هذه الحقائق. رزقنا الله وإياكم صدق الإقبال عليه، صدق التوجه إليه، جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، والحمد لله رب العالمين.